بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد تمر اوقات على اهل الله من الصالحين الانقياء من شده سعادتهم وفرحهم في الدنيا يقولون في انفسهم هل نحن نعيش في الجنه الان يحسبون انفسهم انهم في الجنه مع انهم في الدنيا مما يفيض الله عليهم من الروح والانشراح والسكينه والانبساط والرضا والارزاق التي يمتعهم الله بها اذا احب الله عبدا اسعده في الدنيا قبل الاخره قال تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه قال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا وقال جل من قائل ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض وقال في سوره نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم نسألك أن توصلنا إلى مرتبة الأولياء الأنقياء الأصفياء اللهم اجعلنا من اقرب المقربين اليك انك على كل شيء قدير لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين